بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله عزيزاتي طالبات الصف الرابع ابتدائي في مادة الرياضيات. لدينا درس جديد وهو بعنوان التمثيل بالنقاط. لدي فكرة الدرس، سوف أمثل البيانات بالنقاط وأفسرها. إذا لدي أستعد. زار عبد الله ووالده إحدى المحميات الطبيعية وقضيا فيها أسبوعاً، وقد مثل عبد الله عدد الغزلان التي كان يشاهدها كل يوم في لوحة الإشارات الآتية. لدي الجدول يا عزاتي، عدد الغزلان. إذا لدي اليوم والإشارات في يوم السبت، في يوم السبت يا عزيزاتي كم شاهد عبد الله من الغزلان؟ 2. أحسنتم، كل إشارة تمثل غزالا واحدا، إذا في يوم السبت شاهد غزالين. إذا طيب في يوم الأحد يا عزيزاتي، في يوم الأحد أحسنتم 5. في يوم الاثنين، في يوم الاثنين كم شاهد يا عزاتي؟ أحسنتم بارك الله فيكم، إذا 4. في يوم الثلاثاء أحسنتم، الاثنين شاهد غزلانين. في يوم الأربعاء أحسنتم بارك الله فيكم، إذا 4 من الغزلان. في يوم الخميس 5 + 6 + 7 أحسنتم، إذا 7 من الغزلان. في يوم الجمعة يا عزيزاتي 2 أحسنتم بارك الله فيكم. طيب، أخذنا في درس سابق استعملنا لوحة الإشارات والجداول التكرارية لتمثيل البيانات، ويمكننا تمثيل البيانات بطريقة أخرى تسمى التمثيل بالنقاط، وذلك بوضع إشارة X فوق نقاط من خط الأعداد. ننظر سويني أعزائي للمثال. طيب، لدي المثال يا أعزائي، طلب مني أمثل البيانات التي نظمها عبد الله في لوحة إشارات، طلب مني أمثلها بالنقاط. طيب، أول خطوة يا عزيزاتي، سوف أرسم خط الأعداد. إذا سوف أرسم خط الأعداد، 1، 2، ثم 3، ثم 4 أحسنتم، ثم 5، ثم 6 بارك الله فيكم، ثم 7، ثم 8. طيب، أول شيء يا عزيزاتي أرسم خط الأعداد. إذا رسمت خط الأعداد، ثاني خطوة سوف أضع إشارة X فوق نقاط خط الأعداد لإظهار كل واحدة من البيانات. طيب، ننظر يا حلوين. إذا يا عزيزاتي لدي، في ننظر للجدول فوق، في يوم من الأيام شاهد عبد الله غزالا واحدا. ها يا عزيزاتي، في يوم من الأيام شاهد عبد الله غزال واحدة؟ لا، أحسنت، إذا لا أضع شيء. طيب، الاثنين في يوم، الأعداد هذه يا عزيزاتي تمثل عدد الغزلان. طيب، في يوم من الأيام شاهد عبد الله 2 من الغزلان. ها يا عزيزاتي، أحسنتم، يوم ماذا؟ إذا يوم السبت. إذا أضع X يمثل يوم السبت. في يوم ثاني يا حلوين، أحسنتم يا رائعات، إذا يوم الثلاثاء. في يوم الثلاثاء شاهد عبد الله 2 من الغزلان، إذا أضعت إشارة يوم الثلاثاء، أحسنتم بارك الله فيكم. وفي يوم الجمعة شاهد عبد الله 2 من الغزلان. إذا في يوم السبت ويوم الثلاثاء ويوم الجمعة شاهد عبد الله 2 من الغزلان. طيب يا عزاتي، في يوم من الأيام شاهد عبد الله 3 من الغزلان. انظر للجدول فوق، في يوم من الأيام شاهد عبد الله 3 من الغزلان؟ لا، أحسنتم. طيب، انتقل للأربعة، في يوم من الأيام شاهد عبد الله 4 من الغزلان؟ نعم، أحسنتم، في يوم ماذا؟ في يوم الاثنين. إذا أضع إشارة X تمثل يوم الاثنين. يوجد يوم ثاني؟ أحسنتم، يوم الأربعاء. إذا أضع إشارة X تمثل يوم الأربعاء. إذا لدي يوم الاثنين ويوم الأربعاء شاهد عبد الله 4 من الغزلان. طيب يا عزيزاتي، في يوم من الأيام شاهد عبد الله 5 من الغزلان؟ نعم، يوم ماذا؟ أحسنتم يا عزيزاتي، يوم الأحد. إذا أضع X تمثل عن يوم الأحد. إذا في يوم الأحد شاهد عبد الله 5 من الغزلان.
طيب يا عزيزاتي، في يوم من الأيام شاهد عبد الله 6 من الغزلان؟ لا، أحسنتم. طيب في يوم من الأيام شاهد عبد الله يا عزيزاتي 7 من الغزلان؟ نعم أحسنتم. يوم ماذا؟ يوم الخميس. إذا أضع إشارة تمثل عن يوم الخميس. إذا شاهد عبد الله في يوم الخميس 7 من الغزلان. طيب يا عزيزاتي، لدي يوم من الأيام شاهد عبد الله 8 من الغزلان؟ لا أحسنتم. إذا الخطوة الثانية، سوف أضع إشارة X فوق نقاط خط الأعداد لإظهار كل واحدة من البيانات. طيب آخر شيء يا عزاتي، سوف أضع عنوانا للتمثيل. إذا لدي العنوان عدد الغزلان المشاهدة. واضح لكم يا حلوين؟ واضح لكم جميعا؟ الجميع واضح لا يا عزيزاتي؟ طيب ننتقل للسؤال التالي يا حلوين. ننتقل للسؤال التالي. أعطاني يا عزيزاتي في اختبار قصير كانت النتائج كما في التمثيل المجاور. لاحظت يا حلوين؟ أعطاني التمثيل خط الأعداد جاهز. إذن في اختبار قصير كانت النتائج كما في التمثيل المجاور. طلب مني سؤال، ما الدرجة التي حصل عليها أكثر عدد من الطالبات؟ ها يا عزيزاتي، ما الدرجة التي حصل عليها أكثر عدد من الطالبات؟ ها، الدرجة 5 كم حصل عليها من الطالبات؟ طالبتان، أحسنتم. والدرجة 6 كم حصل عليها من الطالبات؟ ولا طالبة. إذن الدرجة 7 كم حصل عليها من الطالبات؟ 3، أحسنتم. والدرجة 8 كم حصل عليها من الطالبات؟ 4، أحسنتم. والدرجة 9 كم حصل عليها من الطالبات؟ 1، 2، 3، 4، 5. إذن 5 طالبات. والدرجة 10 كم حصل عليها من طالبة؟ 1، 2، 3، 4. إذن 4 طالبات. طيب طلب مني السؤال، ما الدرجة التي حصل عليها أكثر عدد من الطالبات؟ أحسنتم. إذن الدرجة 9. كم عدد الطالبات الذين حصلوا على الدرجة 9؟ 1، 2، 3، 4، 5. أحسنتم. أعطاني السؤال الثاني، وما الدرجة التي حصل عليها أقل عدد منهن؟ ها يا عزيزاتي، أحسنتم. ألاحظ الدرجة 6 لم يحصل عليها أي طالبة. إذن يبين التمثيل أن أكثر الطالبات حصلن على الدرجة 9، أحسنتم. كما يبين أن الدرجة 6 لم يتحصل عليها أي طالبة. واضح يا عزيزاتي؟ واضح لكم جميعا؟ إذا ننتقل للسؤال التالي، فقرة تأكد. في فقرة تأكد يا عزيزاتي، طلب مني مثل البيانات بالنقاط. طلب مني أمثل البيانات بالنقاط. إذا يا عزيزاتي، سوف أبدأ برسم خط الأعداد. أقل أعمار عندي ماذا؟ 10، أحسنتم. إذن 10، سوف أبدأ من 10، ثم 11، ثم 12. إذن أعمار الطلاب لدي ماذا؟ أعطاني في الجدول أعمار الطلاب سنة تقريبا. إذن لدي 10 وال11 وال12. طيب يا عزيزاتي، العمر 10، كم أعمار الطلاب الذين أعمارهم 10؟ ها، كم عدد الطلاب الذين أعمارهم 10؟ ها يا عزيزاتي، 1، 2، 3، 4، أحسنتم. إذن سوف أضع الإكس الأول، الإكس الثاني، كل إكس يمثل عمر طالب، الإكس الثالث، الإكس الرابع. انتهيت من العمر 10، انتقل للعمر 11. كم لدي من طالب لدى عمره 11؟ ها يا عزيزاتي، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. احسنتم. اذا 7 طلاب. اذا 1، 2، 3، 4، 5، 6،
7 أحسنتم، إذا أعمار الطلاب الذين عمرهم 11 إذا 7 طلاب. طيب العمر الـ 12 هاي يا عزيزاتي 1 أحسنتم، إذا طالب 1 عمره الـ 12. انتهينا يا عزيزاتي هكذا. طيب أضع عنوان للتمثيل، أضع عنوان يا عزيزاتي للتمثيل. إذا لدي أعمار الطلاب، إذن أعمار الطلاب انتهينا يا عزيزاتي. ننتقل للسؤال 2، ننتقل سؤال 2 يا حلوين. طلب مني أعطاني عدد ساعات المذاكرة اليومية، الاسم حصة نوف مها خديجة، وعدد الساعات. طلب مني أمثل البيانات بالنقاط، إذن أول خطوة يا حلوين سوف أرسم خط الأعداد، أحسنتم، ثم أضع الأسماء، لدي حصة ثم نوف أحسنتم ثم مها وخديجة، إذا لدي حصة ثم لدي نوف أحسنتم يا مبدعات ثم ماذا مها أحسنتم ثم لدي خديجة بارك الله فيكم. إذن إذا لدي خديجة واضح يا عزيزاتي. طيب طلب مني سوف أمثلها بالنقاط، ننظر سوين يا عزيزاتي. لدي حصة كم عدد الساعات؟ 3، إذا لدي حصة يا عزيزاتي، إذا حصة، إذا حصة 3، إذا 1، الاثنين، 3، انتهيت من حصة نوف، كم عدد الساعات النوف؟ 1، إذا كل إشارة إكس يا عزيزاتي تمثل عدد الساعات. طيب لدي مها؟ كم أصبح من ساعة لدى مها؟ أحسنتم 2، إذن 1 و2، كل إشارة X تمثل عدد الساعات. طيب يا عزيزتي لدي خديجة، كم خديجة لديها من ساعة عدد الساعات؟ 3، إذن 1 2 3، أحسنتم يا عزيزتي. إذن سوف أضع عنوانا للتمثيل، هاي يا عزيزتي عدد ساعات المذاكرة، أحسنتم، اليومية. واضح لكم جميعا؟ واضح لكم جميعا يا عزيزاتي؟ طيب ننتقل لسؤال 3. في سؤال 3 يا عزيزاتي أعطاني يوضح التمثيل أدنى الزمن الذي يقضيه بعض الطلاب في حل الواجبات بالدقائق. طيب طلب مني السؤال، ما الزمن، السؤال يا عزيزاتي ما الزمن الذي يقضي أكثر عدد منهم في حل الواجبات؟ هاي يا عزيزاتي الدقائق 10 طالب 1، الدقائق 15 طالبان، الدقائق 18 أحسنتم 1 أحسنتم، إذن 20، 3، إذن لدي ما الزمن الذي يقضي أكثر عدد منهم في حل الواجبات؟ إذن الدقيقة ماذا؟ 20 دقيقة، أحسنتم يا مبدعات، إذن 20 دقيقة. واضح يا عزيزاتي؟ طيب في سؤال 4، ننتقل سويا إلى سؤال 4. طلب مني في سؤال 4 يوضح التمثيل أدنى المصروف اليومي لعدد من الطلاب. أعطاني التمثيل المصروف اليومي ريال. طيب طلب مني يا عزيزتي السؤال، ما المصروف اليومي الذي يحصل عليه أكثر عدد من الطلاب؟ ها يا عزيزتي ما المصروف اليومي الذي يحصل عليه أكثر عدد من الطلاب؟ أحسنتم، إذا في 5 ريالات لدي 3 من الطلاب، في 6 ريالات كم لدي؟ 1 2 3 4، 4 ريالات، 4 طلاب. في 7 ريالات كم لدي من طالب؟ 2. في 8 ريالات
طالب واحد 9 لا شيء، العشرة ريالات طالب واحد. إذا يا عزة طلب مني ما المصروف اليومي الذي يحصل عليه أكثر عدد من الطلاب؟ أحسنتم يا رائعات، إذا ستة ريالات. واضح لكم يا حلوين؟ إذا 6 ريالات طلب مني. ما المصروف اليومي الذي يحصل عليه أكثر عدد من الطلاب؟ لدي 6، كم عدد الطلاب الذين يحصلون على المصروف؟ 6، 1 2 3 4، إذا 4 طلاب. واضح لكم يا عزيزاتي؟ شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.